مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج ما وراء الحدث، نخصصه اليوم لأسباب وتداعيات الأوضاع المتوترة في مخيمات تندوف. يسرنا كثيرا أن يكون معنا من الرباط الأستاذ محمد سالم عبد الفتاح، وهو رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان. كما يسعدنا أن يكون معنا من الرباط كذلك الأستاذ كمال الغمام، وهو ناشط مدني وباحث في الشؤون الإفريقية ورئيس منظمة غير حكومية مهتمة بملف الصحراء والساحل والشؤون الإفريقية. كما يسرنا أن يكون معنا من الداخلة الأستاذ محمد سالم الزاوي، وهو صحفي متابع لملف الصحراء المغربية. أهلا وسهلا بكم جميعا. أبدأ معكم الأستاذ عبد الفتاح، ما هي آخر الأخبار المتداولة اليوم؟ هل ما زالت الأوضاع متوترة في مخيمات تندوف؟ شكرا جزيلا أستاذ جوهر على الاستضافة الكريمة، تحية لك وضيوف الكرام. بالفعل هناك وضع متأزم مرتبط بالاعتقالات الأخيرة التي شهدتها مخيمات تندوف، سيما حالة الضحية والتسويل ولد مال عليهم التسويل، حيث يتم هناك تحشيد قبلي، هناك مجموعة من العشائر والأسر التي يقوم شبابها بالتحشيد لأجل التضامن مع ضحايا هذه الحملة القمعية الأخيرة، سواء تعلق الأمر بالاعتقال أو بتفكيك الوقفات باستعمال العنف أو حتى تعرض بعض النساء سيما شقيقة الضحية ولد سويد للعنف الجسدي. تعلمين رمزية المرأة لدى المجتمع الصحراوي، صحيح. كانت هناك محاولة لتنظيم شكل احتجاجي أمام بعض المقرات الأمنية، جوبهت بقمع شديد بإطلاق عيرة نارية. هناك أيضا ما يلاحظ على أنه هناك ترهل كبير في أداء البوليسيو، سواء تعلق الأمر بإعادة حالة سخط عارمة ترتبط بتوتر وتأزم الوضع الاجتماعي. هذا التأزم الوضع الاجتماعي يرتبط بالسياقات الدولية مرتبطة بتداعيات جائحة الكوفيد، بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاسها على الارتفاع الذي شهدته أسعار المواد الغذائية، على نزلة المواد الغذائية، وعلى ضعف حتى قدرة المنظمات الدولية فيما يتعلق بتوفير هذه المواد الإغاثات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف. هذا جانب. الجانب الثاني مرتبط أيضا بالسياقات الإقليمية، مرتبط بالتوازنات المرتبطة بالصراع حول الصحراء التي باتت كفتها تمييز لصالح المغرب. هناك اختلال في ميزان القوى لصالح المغرب، هناك مجموعة من التطورات السياسية والدبلوماسية والميدانية التي صبت لصالح المغرب. في المقابل البوليساريو ومخافة جزائر تمنى بمجموعة من الانتكاسات والهزائم، هذا يضرب في الصميم العقيدة القتالية لعناصر البوليساريو، يضرب في الصميم قدرة البوليساريو على التعبئة وعلى التأطير، وبالتالي انكشاف زيف الدعاية الانفصالية، انكشاف أيضا الدعاية الحربية. هناك أكثر من 700 بيان حول الحرب مزعومة تخوضها البوليساريو باتت اليوم مكشوفة، فضلا عن سياقات داخلية مرتبطة بالوضع الداخلي للبوليساريو، ضعف في أداء زعامة البوليساريو، تفكك في زعامة البوليساريو منذ أن انكشف تهريب زعيمها إلى إسبانيا وما رافقه من دعاوي قضايا مرفوعة ضد زعيم البوليساريو ضد مجموعة من القيادات، وبالتالي احتراق صورة هذه الزعامة. هذا الوضع انعكس بشكل أيضا صراعات داخلية، هناك صدامات وصراعات داخلية طفت إلى السطح فيما في مؤتمر البوليساريو الأخير، وبالتالي توزع مراكز القرار داخل أيضا قيادة البوليساريو، وانعكاس أيضا انعكاس صراع الأجنحة داخل النظام الجزائري على الوضع في البوليساريو، أن هذه القيادات تتوزع ولاءاتها وتتوزع ارتباطاتها بمختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية الجزائرية. أيضا ما ساهم في احتراق صورة الزعامة وفي تخلص القاطنين مخيمات تندوف، تخلصهم من عقدة الخوف وكسرهم لحاجز الخوف لحاجز الصمت، هو أيضا القضايا المرتبطة بفساد البوليساريو، ملفات النهب والاختلاف، وبالتزامن مع اشتداد وطأة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، هذا الخنق المضروب، هذا الحصار المضروب على الأنشطة الاقتصادية وعلى حرية الحركة وحرية التنقل في المخيمات، والتضييق على الأنشطة الاقتصادية كان يقابل هناك عناصر قيادة تراكم الثروة وتراكم التربح وتحتكر بعض الأنشطة. نتحدث هنا عن أنشطة غير قانونية طبعا، عن أنشطة التهريب، تهريب المحروقات، تهريب السجائر، تهريب البشر، عن بعض الأنشطة المرتبطة بمخازن البوليساريو كتهريب مساعدة إنسانية، المتاجرة في السلاح، وعديد الأنشطة الأخرى. وبالتالي بموازاة مع اشتداد الأزمة الاجتماعية
قاطني مخيمات يلاحظون على أن هناك قيادات تنتفع وتغتني وتراكم ثروة من أنشطة غير قانونية، وبالتالي هذا أيضا يراكم يزيد من منسوب السخط منسوب الانتعاب الأوساط الشعبية في مخيمات تندوف. طيب استاذ الغمامي، سمحت الاستاذ عبد الفتاح ويثير نقطه مهمه تتعلق بتجاوز حاجز او احساس هذا الخوف. كيف نفهم هذه القدره على الصحراويين في مواصله هذا الاحتجاز رغم هذه الاحتجاجات، رغم معاناتهم طويلا من الخروقات الممارسه ضدهم؟ هذه الاحتجاجات الواقعه اليوم في مخيمات تندوف هي ليست وليدة لحظة، هي وليدة أزمة تتعمق يوم على يوم، لأن مقاطع الفيديو التي نتوصل بها من هناك وكذا النداءات الاستغاثة التي يرفعها أهالي بعض المحتجزين في البوليزاريو، لا سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر مختلف المنظمات الدولية، يؤكد أن الوضع وصل إلى مراحل الاحتقان غير مسبوق، أن كاين حالة تمرد كبرى في المخيمات، وصلت إلى اصطدامات، إلى احتراق أماكن ما يسمى بدرك البوليزاريو. ما الذي يبرر هذه الاحتجاجات سيد الغمام؟ كيف نفهمها من ناحية النفسية؟ الأزمة من ناحية النفسية هي نتيجة سياق عام دولي وأزمة داخلية في الجزائر. يعني السياق العام الدولي يعني أصبحت هناك صعوبات كبيرة في التمويل وصعوبات كبيرة في وصول المساعدات إلى الساكنين المحتجزين، بالإضافة إلى الأزمة داخل الأطراف الجزائرية، حيث أننا نعلم جميعا بأن القسم الجزائري ما بين العسكر وما بين الجناح السياسي وما بداخل العسكر نفسه، وبالتالي هذه التقاطبات وهذه التحالفات وهذه الانقسامات داخل الجزائر كيكون انعكاس دائما مباشر عليها، لان بما ان الجزائر هي الممول والمصدر الوحيد والاوحد للتمويل ما يسمى بالبوليزاريو، هذه النتيجه تتبان في الازمه، لان اشتداد هذا الاختناق قلت هو نتيجه الازمه، لان المساعدات الغذائيه الانسانيه للساكنه قلت، المسؤولين الذين كانوا يتاجرون بهذه المساعدات أصبحت لديهم أزمة، بحيث أنه لم يعد يتوصلون بأي مساعدات. الدول التي أعادت النظر في مواقفها بخصوص وحدتنا الترابية يعني تراجعت بشكل كبير على مسألة هذه المساعدات، وبالتالي الأزمة، الجوع، الفقر داخل مخيمات البوليزاريو، الحاجة إلى المواد الغذائية الأساسية، الحاجة إلى العيش الكريم، هي هذه كل عوامل تؤدي إلى تزكية هذا الاحتقان والاشتعال الأزمة. وأعتقد بأن هذا ما وصلت إليه اليوم الأزمة في مخيمات تندوف هو غير مسبوق تماما، لأن اعتقالات وكما شرح الأستاذ عبد الفتاح اعتداءات على يعني بشكل عشوائي، سواء على النساء، الأطفال، أو جميع شرائح المحتجزين المتواجدين بالمخيمات، وبالتالي الاحتقان هو مستمر. وهذا التلاعب بهذه المساعدات هو ليس بدوره وليد اليوم، لأن لا ننسى جميعا التقرير الذي أعده المكتب الأوروبي لمكافحة الغش التابع للاتحاد الأوروبي سنة 2015، منذ 2015 الاتحاد الأوروبي اقتنع بأن هناك تلاعبات كبيرة في المساعدات الموجهة إلى الساكنة، وتقارير دولية أخرى، تقارير تفتيش المفوضية الأمم المتحدة للاجئين من 2010 إلى 2020، يعني وجدوا أن بعض السلع التي تم توجيهها إلى ساكنة تندوف تباع بالتقسيط في موريتانيا وتتواجد في الجزائر، وبالتالي ليس هناك تقرير واحد فقط، التقرير الأول، التقرير الثاني، التقرير الثالث للأمين العام الأمم المتحدة سنة 2021 لفت الانتباه لأن هناك اختلاس في الأموال والمساعدات. سنرجع إذا هذه النقطة إلى التلاعب بالمساعدات لاحقا. قبل ذلك الأستاذ محمد سالم الزاوي، من ينظم هذه الاحتجاجات؟ هل هم الشباب؟ هل هناك تنظيمات وإن كانت سرية مثلا تساهم في زرع الوعي وفي تجاوز ما سميناه بحاجز الخوف؟ شكرا أستاذ زهر على الاستضافة، شكرا ضيوف الكرام. بداية بظني بأنه حسب ما يصلنا من هناك بأنه هذه الاحتجاجات هي احتجاجات عفوية من طرف شباب، يعني سائم الوضع برمته وسائم يعني فساد القيادة التي لا زالت يعني تتاجر بمستحقاته يعني الاجتماعية والاقتصادية وتلعب بمصيره ومستقبله،
ولذلك يعني هذا الشباب قرر يعني اتقاء نفسه بناء على أنه اليوم لم يعد بالإمكان لأي أحد أن يحجر على أحد أو أن يصادر حقه أو ما يشعر به من حق في الاحتجاج والثورة ضد الظلم. وبالتالي هؤلاء شباب من أبناء المخيمات هم أبناء يعني ما يسمى بين قوسين الثورة، قرروا الوقوف في وجه هذه القيادة وكشف فسادها وكشف الاختلالات الخطيرة التي يعانون منها بسبب يعني بيع هذه المساعدات والمتاجرة فيها أمام القاصي والداني. يعني فعلا ما يثير الانتباه هو هذه الثورة يعني المفاجئة التي باتت اليوم في المخيمات، هي ثورة الوعي يعني بالحقوق وثورة يعني القيام ضد هذا النظام الفاسد أو القيادة الفاسدة التي يعني لا زالت تراوح مكانها وتحاول يعني استنباط أفكار وأحكام الماضي البائس من أجل يعني السيطرة على عقول الناس. وهو يعني ما يؤكد اليوم بأن هذه الثورة الرقمية التي بات يشهدها العالم باتت تزيد في وعي أبناء المخيمات، وهو يعني ما دفعهم في ظني إلى 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 الانتفاضة ضد يعني واقعهم الأزري. يعني الناس اليوم في المخيمات كباقي دول العالم ترى يعني ما بلغه العالم من تطور ومن تقدم ومن حرية، وبالتالي فهم ليسوا استثناء في نظرهم. وبأنه إذا كان يعني تحاول القيادة اليوم تسويق يعني بأنه المغرب أو الذهاب إلى المغرب أو مصافحة المغرب هو يعني ذنب عظيم، فإن هؤلاء الشباب باتوا ينظرون إلى أن أكبر ذنب هو ذنب وجود قيادة فاسدة مثل القيادة التي تحكم اليوم بالمخيم. طيب أعود إليك الأستاذ عبد الفتاح، نحن نتحدث عن معاناة إنسانية تقترب من نصف قرن الآن، بمعنى أن هناك جيل جديد من هؤلاء الصحراويين. هل هناك بروفايلات معروفة لدينا؟ هل هؤلاء الشباب مثلا استفادوا من تعليم عالي؟ هل هناك رغبة في إنشاء أحزاب سياسية؟ نعرف أن التنظيم السياسي ليس مباحا اليوم في مخيمة تندوف، ما الذي نعرف عن هؤلاء الشباب أستاذ عبد الفتاح؟ بالفعل هناك يعني مصادرة الحريات الأساسية، مصادرة يعني سيما الحريات المدنية والسياسية، الحق في تكوين الأحزاب، الحق في تكوين الجمعيات، الحق في الانتظام في منظمات المجتمع المدني، وحتى مصادرة مبادرات خاصة، حتى الشركات والأعمال الربحية هي مصادرة، لأن هناك نظام توليتاري، نظام ستاليني لحقبة الحرب الباردة. ربما إذا ما استثنينا كوريا الشمالية أو كوبا لا يوجد هذا النظام في أي شكل في 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 أي سياق آخر. هذا الوضع يفرز بالفعل شباب غير مؤهلين للاندماج في الأوساط المدنية، يعني لا يتمتعون بالقدرة في الاندماج في سوق الشغل أو إن وجدت أصلا فرص للشغل أصلا، وبالتالي الآفاق هي محدودة جدا بالنسبة لهؤلاء الشباب. طبعا هناك مجموعة من الحركات الإصلاحية، إن شئت إنجاز أن نسميها إصلاحية، شهدتها البوليساريو، نتحدث عن مبادرة خط الشهيد، مبادرة يعني مبادرة التغيير، شباب استمارس مؤخرا حراك ربما أكثر راديكالية من البوليساريو يسمى نفسه بالحراك الثوري، فضلا عن توجه عارم للاتجاه الى الطروحات المتطرفه، الطروحات الدينيه المتطرفه التي تجد يعني بيئه خصبه للجماعات الدينيه المتطرفه المنتشره في الساحل والصحراء، تجدها يعني بيئه خصبه للتأطير، لان حتى هي الاخرى باتت تؤطر العناصر داخل مخيمات تندوف، لانه من يتربى في هذه البيئه الستالينيه التوريتاريه التي تقوم على التحريض على العنف، التحريض على خطاب الكراهية، على البيئة يطبعها التدريب العسكري والمعسكرات المغلقة، لا تنتظر شباب من هذا القبيل أن يعني يتبنى طروحات رومانسية مثلا أو أن يتبنى. طيب هل المطالب، عندما ننظر إلى المطالب، هي مطالب اجتماعية تتعلق أساسا بظروف العيش بالمساعدة الإنسانية، أم هناك مطالب سياسية اليوم كالحق في الانتماء وتكوين أحزاب سياسية؟
للأسف النقاش السياسي يكاد ينعدم، لأنه الحقوق كما أسلفت الإطارات السياسية هي مصادرة. هناك كانت هناك مجموعة من الحركات السياسية توجت مثلا بحركة صحراء من أجل السلام التي ضمت المئات من الأطر المنشقة عن البوليساريو والعديد من العناصر الأخرى، غير ذلك تحدث عن خط الشهيد وعن مجموعة من الحركات الأخرى. ولكن نعم، الحقوق المدنية والسياسية مصادرة، ما يتبقى هنالك هو هذه المطالب الاجتماعية المرتبطة بالوضع الاجتماعي المتأزم، يعني التي المواطن القاطنين مخيمات تندوف على احتكاك مباشر معها، سيما مع اشتداد وطأة يعني الحصار ومع تطويق تلك المخيمات، لأنه هناك يعني تصاعد لوتيرة النهب بالقيادات باتت تراكم الثروة بشكل مبالغ فيه. هناك صراع حول الصناديق السوداء المرتبطة بتمويل أنشطة البوليساريو، وهذه الصناديق أيضا تعود مصادرها لأنشطة غير قانونية. هناك احتكار لبعض أنشطة التهريب المرتبطة بمخازن البوليساريو التي لها علاقة أيضا بنشاطات جماعات المسلحة في الساحل والصحراء، لأنه الزبون الأول لهذه الأنشطة، الزبون الأول مثلا لتهريب المساعدات أو لتهريب الأدوية أو المحروقات أو السلاح، دائما هناك علاقة وطيدة ما بين بوليساريو وما بين خطوط إمداد جماعات المسلحة المنتشرة في بلدان الساحل والصحراء، ما يكرس دور البوليساريو كعامل تهديد للأمن والاستقرار. طيب سنعود إلى هذه النقاط. طيب الأستاذ لغمام، نحن نتابع منذ فترة ليست بالقصيرة هذه الاحتجاجات المتواصلة في مخيمات تندوف، ولكن لا نتحدث كثيرا عن الرد عليها. هل هناك خروقات تتعلق بممارسة العنف، بإخضاع هؤلاء الشباب إلى التعذيب أو إلى السجن؟ لا تصلنا معلومات كهذه. في الحقيقة ما نعرفه هو ما كتب بعض الهاربون، بعض العائدين كذلك من مخيمات تندوف، ولكن في الآونة الأخيرة لا ندري كيف يتم الرد على هذه الاحتجاجات. هؤلاء الشباب أي مصير ينتظرهم؟ ينتظرهم القمع، ينتظرهم الاحتجاز، ينتظرهم التعذيب، لأن نحن لا نتحدث عن كيانان مستقر، عن تعددية سياسية. لا نعرف تماما عن الوحدة، ولكن قمع مثل ماذا؟ هل يتم تعذيب؟ هل يمارس، ماذا يمارس التعذيب؟ ما هي ظروف السجن؟ ما هي ظروف الاعتقال؟ هل لدينا معلومات من هذا القبيل؟ المعلومات التي أتوفر عليها هي لأن الوضعية كارثية. يعني كل من طالب بحقه، وكل خصوص في هذه الأونة الأخيرة التي تشهد الاعتقال، وهذه فترة الأزمة وفترة الاعتقالات. الاعتقالات تتم بشكل عشوائي وبصورة شعواء ولا تميز بين أحد، وبالتالي كل من اعتقل في هذه الفترة هو معرض للتعذيب، معرض للتنكيل، معرض لأسوأ أشكال التعذيب، لأنه في اعتقادهم أجنبي، هو يخدم أجندة خارجية وليس هو أحد الأعضاء المتواجدين بالمخيمات. وبالتالي ما نتوصل به للأسف هو بعض المقاطع الفيديو، لأن تعلم بأن إمكانية التواصل هي منعدمة تماما في المخيمات، هي بعض المقاطع الفيديو وبعض المكالمات مع بعض العائدين، خصوصا من خط الشهيد ومن عائلة مثلا التدوينة التي قام بها مصطفى والسلمة. إذن هناك مجموعة من العائدين يعبرون ويحاولون إيصال صورة ولو بسيطة على الوضع الكارثي الذي تعيشه المخيمات في هذه الفترة. إذن كل الشباب الذين يعبرون اليوم عن موقفهم الرافض لهذه الوضعية، كل من يعبرون عن موقفهم الرافض للوضع الاجتماعي والاقتصادي المتأزم بهذه المخيمات، يصادر في حقهم كما قال الأستاذ الفتاح، يصادرون في حقهم على التعبير، وليس هناك فضاء للتعبير، لأننا نتحدث عن محتجز ليس له رأي وليس له موقف، هو يخضع لسلطة دكتاتورية تدبرها تعليمات من العسكر الجزائري. وبالتالي الوضع مأساوي، ومن هنا نستغل الفرصة لتوجيه النداء إلى المنظمات الدولية للتدخل، لأن كما كان الحال هؤلاء الشباب وهؤلاء المحتجزين هم إنسان، هم الجانب الإنساني يجب أن يستحضر بشكل كبير في إنقاذهم من هذه الوضعية، ولأن حالة التمرد التي تعيش اليوم هي يعني تستخدم فيها مختلف الأسلحة ومختلف أشكال التعذيب. طيب. وهذا يعني خرق للقانون الدولي وخرق للاتفاقيات وخرق
لجميع الوثائق والمواثيق الدولية. طيب بين الفينة والأخرى، بين حين وآخر تظهر هذه التظاهرات، هذه المظاهرات، هذه الاحتجاجات بصفة مختلفة بين الحين والآخر، في فترات الهدوء ماذا يحدث الأستاذ زاوي؟ ما الذي يمكن أن يفعله أو تقدمه قادة البوليزارو من أجل إسكات الصحراويين وإرجاعهم إلى بيوتهم ولو مؤقتا، مقابل ماذا الصمت الذي تعيش هذه المخيمات بين الفينة والأخرى؟ نعم، في اعتقادي بأنه الحل الوحيد أمام قيادة البوليساريو هو القمع، خصوصا يعني الفترة الحالية التي خصوصا الولاية الأخيرة التي صعد فيها إبراهيم غالي. أظن أنه يعني هذا الصعود هو كان وبالا على ساكنة المخيمات مؤخرا، خصوصا حسب يعني ما نراه بأنه حسب اعتقادي الخاص بأنه لن يطول يعني تطول فترة رئاسته، خصوصا في ولاية هذه الحالية، نظرا يعني لأنه وعد كثير من الوعود التي لم يتحقق منها شيء. هناك يعني احتقان كبير وسط حتى المؤيدين له من عشيرته، وبالتالي يعني أساليب قيادة البوليساريو هي معروفة دائما، اللعب على وتر القبلية ثم القمع يعني المصحوب يعني بالتدخلات الأمنية العنيفة والاختطافات يعني والسجون السرية وغيرها يعني من ممارسات حاطة من الكرامة الإنسانية والممارسات المخالفة للتشريعات وقوانين الدولة. في اعتقادي الخاص بأنه اليوم يعني ما بتنا نراه اليوم هو أنه ساكنة المخيمات باتت يعني تزيل ذلك العائق الذي تم يعني استغلاله من طرف قيادة البوليساريو من نشأة الثورة إلى اليوم بين قوسين، وبالتالي هذا العائق هو ما يسمى بالعمالة للمرأة. أي أحد لا قديما ولا حديثا في المخيمات يتحدث عن حقه يعني حقوقه المشروعة يتم اتهامه بالعمالة للمغرب وغيرها من الاتهامات التي تحاول يعني قيادة البوليساريو إثارة يعني الرأي العام الداخلي في المخيمات على هذا الشخص، وبالتالي شيطنته والزج به في السجن. هذه الأمور اليوم ساكنة المخيمات لم تعد تفهم هذا ذاتا، اليوم بات يعني حسب يعني ما نراه من طرف النشطاء الحقوقيين هناك بأن إصلاح وضع المخيمات، إصلاح هذه الفوضى العارمة التي خلفتها هذه القيادة يعني الطاغية يعني الستالينية الدكتاتورية، لأنه يعني من الواجب أولا قبل أن نرى يعني وضع الملف وضع القضية وضعنا مع المغرب، يجب أولا أن نصلح وضعنا الداخلي لأنه هو بيت القصيد هنا في هذا الأمر. وهذا يعني ما لاحظته من خلال مجموعة يعني من الأشرطة المصورة خلال كشف يعني عملية بيع المساعدات طرف أحد قيادي البوليساريو، بينما وزيرة الداخلية التي هي من المفروض أنها المسؤولة عن الأمن في المخيمات هي في دولة أخرى يعني تحضر أحد الزيجات العائلية يعني دون مبالاة ودون شعور، وبالتالي هي فقط تعطي التعليمات لقوات القمع من أجل قمع أي محتاج أو أي مطالب بحق. طيب أستاذ عبد الفتاح، ما الذي نعرفه اليوم عن تنظيم البوليساريو؟ من يحكم هذا التنظيم اليوم؟ كيف يتم تدبير شؤونه؟ من الحاكم الآمر الناهي فيه؟ طبعا هناك تفويض غير قانوني للسلطات الجزائريه على مخيمات تندوب بحكم على انه هذه المخيمات تقع داخل التراب الاقليمي الجزائري، وبالتالي هناك تنصل من المسؤوليات القانونيه والسياسيه والاخلاقيه الملقاه على الدوله الجزائريه، لان هذا التفويض الغير قانوني يساهم في مصادره الحريات وفي مصادره الحقوق، ابسط يعني هذه الحقوق، الحق مثلا في التقاضي، الحق في الانتصار. ولكن أنا أريد أن أعرف عن تنظيم البوليساريو، كم وزير في هذه في البوليساريو، من الآمر بالصرف، كيف يتم اتخاذ القرار؟ لا نعرف الكثير عن هذا التنظيم في الحقيقة بهياكله المختلفة. هناك سلطة شكلية طبعا، هناك سلطة شكلية للبوليساريو، ولكن سلطة تتكون من من حقيقية هناك يعني تنظيم ستاليني تولوتاري تتمركز فيه سلطات حول مجموعة ضيقة من القيادات، بالرغم من أنه شكلا هناك مجموعة ضيقة بمعنى ماذا؟ كم شخص مثلا؟
لا تتجاوز 7 عناصر تاريخيا تعرف باللجنة التنفيذية. عمليا أو من ناحية التنظيمية تم توسيعها، ما يسمى بأمانة البوليساريو باتت تشمل أكثر من حوالي 40 عضو، لكن في حقيقة الأمر عمليا لا تزال هناك مجموعة ضيقة من القيادات التاريخية، معظمها يمارس هذه الصلاحيات القيادية يمارسها منذ نصف قرن من الزمن. هي نفسها المجموعة التي ساهمت في تأسيس البوليساريو، إذا ما استثنينا القلة التي انتقلت إلى جوار ربها التي ساهم إسرائيل في تنحيتها. وبالتالي هذه القيادات الديناصورية التي تمارس المهام القيادية منذ 50 سنة بالفعل هي لا تزال في نفس مواقع في نفس المواقع القيادية. بمعنى أنه لا يوجد تشبيب لهذا التنظيم؟ أبدا، لا يوجد نهائيا تشبيب، ولا يوجد تغيير، ولا يوجد تداول لهذه السلطة المفوضة. طبعا هذه الخلية تم يعني اختراقها من طرف المخابرات الجزائرية مبكرا، تم تنحية العناصر الغير مرغوب فيها التي كانت محسوبة على القذافي آنذاك بان التأسيس، وفي مقدمتها المؤسس الولي مصطفى السيد. وبالتالي الاستخبارات الجزائرية والجهاز الأمنية الجزائري وضعت يدها على هذا التنظيم مبكرا، وفرضت مجموعة من العناصر الذين لديهم خلفية اجتماعية في الجزائر أو في تندوف تحديدا، وهم العناصر الثقة لدى الجزائر، ويمكن اعتبارهم حتى عناصر جزائريون إن شئت. وبالتالي هناك خلية أمنية جزائرية ضيقة تتكون من العناصر الجزائرية أساسا. كيف تفسر لنا هذا التنظيم الذي متهالك في الحقيقة؟ كيف تفهم قدرته على ربما إسكات هؤلاء الصحراويين؟ ما هي الأساليب المستعملة في ذلك، رغم أننا لا نسمع كثيرا عن الأساليب الجديدة التي تستخدم في المخيفات وأساليب الترهيب اليوم؟ ما هي أساليب الترهيب المستخدمة اليوم؟ عموما هو هذا التنظيم بات متراجعا، باتت لا قدرته على التعطير ولا على التعبئة حتى على القمع. هو تنظيم متراهن، وهذا ما يفسر انفلات الامور، انفلات الوضع الامني وتجدد الاصطدامات وتجدد هذا حاله السخط وحاله الانتعاض العارمه. هذا التنظيم كان يعتمد تقنيات يعني ستالينيه توليتاريه، كان يعتمد البروباغاندا الدعائيه، نظريه جوبلز المعروفه، كان يستطيع أن يؤطر من خلال احتكار الدعاية واحتكار الفضاء لوسائل الإعلام واحتكار الفضاء العمومي. لكن مع وقف إطلاق النار ومع ورقة الحرب لم تعد في يده، ورقة ما يسمى بالكفاح المسلح التي كانت تفرض التحاق تقريبا كافة الذكور، كافة البالغين كان يفرض عليهم الالتحاق بالمعسكرات بجبهات الأمامية، ثم العولمة، ثم ظهور هذه وسائل الاتصال الجديدة الانترنت، وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، هذه كلها قوضت قدرة البوليساريو على احتكار الفضاء العمومي واحتكار الإعلام. مسألة أخرى وهي القيادات نفسها، التنظيم نفسه بات يراهن على وسائل التأطير التقليدية، بات يراهن على العصبيات التقليدية والعصبيات القبلية والعشائرية، ويبدو على أن هذه العصبيات باتت تستعمل ضده أيضا. يعني المحتجين اليوم أيضا باتوا يوظفون، باتوا يتحشدون كقبليا يعني للمطالبة بالانتصاف والمطالبة بالعدالة والاحتجاج إلى ما هنالك. طيب أستاذ الغمام، عندما نتحدث عن مشكلة المساعدة الإنسانية نحن نرتكز على ما جاء في التقارير الدولية، والتقارير الدولية تتحدث عن عنصرين هامين، يتعلق الأول بعدم إحصاء السائقين، وبالتالي لا نعرف المساعدات تؤخذ لمن ولا يستفيد منها الذين يحتاجونها فعلا، والجزء الثاني يتعلق بربما استخدام هذه المساعدات في أماكن أخرى غير المناطق التي تحتاجها. لماذا يبقى حتى الآن المجتمع الدولي صامتا؟ تبقى هذه المسألة عصية على الحل؟ لماذا يبدو أن هناك تواطؤ دولي ضد سكان المخيمات؟ في الحقيقة ليس هناك تواطؤ دولي وليس هناك صمت دولي، لأن كما نعلم بأن المؤسسات الدولية هي تشتغل بتقارير، بما أنها مؤسسات دولية ورسمية تشتغل بتقارير. المملكة المغربية منذ القديم ووزارة الخارجية وسفير المغرب لدى الأمم المتحدة ينبه
ويؤكد بأن هناك تلاعبات في المساعدات. طيب عندما تقول ليس هناك تواطؤ وليس هناك صمت، هذه المسألة قديمة منذ سنوات طويلة، ونحن نقرأ على أنها لا تصل إلى الذين يحتاجونها، وهناك تهريب لهذه المساعدات، والتقارير تقول إنها تباح في مناطق بعيدة تماما عن مخيم تندوف. إن لم يكن هذا تواطؤا وصمتا، ماذا تسميه؟ لم أعتبره صمتا، لأن التقارير الرسمية تؤكد بأنك هناك تلاعب بالمساعدات. ولكن التقارير تكتب لتغيير الواقع، عندما تكتب هذه التقارير فقط لتبقى بين رفوف الملفات والمكتبات فلا داعي لها ربما. هذه تغير الواقع وسيتغير، لأن عندما حسم وتم البت في تقرير مكتب مكافحة الغش التابع للاتحاد الأوروبي سنة 2015 تقلصت مساعدات الموجهة للساكنة من لدن الاتحاد الأوروبي. عندما تتحدث تقارير المفتشية من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين عن اختصاص تقلصت الحدود، يعني كلما ولكن المشكل أنها تقلصت كذلك، المفروض أن لا تتقلص المساعدات الإنسانية، بالعكس أن تزيد وتوجه للذين يحتاجونها ولا تتوقف تماما. نحن نتحدث عن سكان يحتاجون هذه المساعدات ولا تصل إليهم، فإذا الحل ليس في تقليصها أو في تقليلها وتقويضها، إنما الحل في أن تزداد أكثر وتتوجه للذين يحتاجونها. أتفق معك، وأن الحاجة إلى دعم تلك الساكنة المحتجزة، لكن عندما تتوصل التقارير إلى أن القيادات، وتحدث من قبل على القيادة البوليزاريو، قيادة البوليزاريو هي ليس قيادة عادية، هي قيادة لحركة مسلحة تتكون من 9 أشخاص، تتضمن رئيس ورئيس ورئيس حكومة بدون حكومة، ورئيس برلمان بدون برلمان، ووزير خارجية ووزير دفاع فقط. وبالتالي هذه القيادة هي التي تتلاعب وتتاجر بهذه المساعدات. التقارير الدولية جميعها تؤكد بأن هناك قيادة تتلاعب بهذه المساعدات، لكن للأسف هو أن كما قلت هناك تناقض بين، وهذه الجدلية ما بين إمكانية وقف هذه المساعدات وما بين إمكانية استمرارها، لكن هي في الحقيقة لم تصل إلى المستفيدين والمعنيين بها. لهذا يعني عجز المنظمات الدولية عن وضع آلية ميدانية لتأمين وصول هذه المساعدات إلى الساكنة هو ما يساهم في تأزيمها. وأنا في اعتقادي بأن هذه المساعدات وتقليصها وإعادة النظر في إمكانية وصولها لهذه الناس هي سبب رئيسي في اندلاع هذه الأزمة الحالية، لأن كما قلت بأن هناك من الداعمين إلى التنظيم، يعني اللي كانوا يساهمون، أصبحوا يراجعون إمكانية المساعدات، وأصبحت لديهم أزمة داخلية. نعرف بأن هناك أزمة في المحروقات، أزمة غذائية، تضخم على الصعيد الدولي. كل هذه المؤشرات وهذه المعطيات الاقتصادية الواقعية بأكد بأن هذه الدول أصبحت في حاجة لتحقيق اكتفائها الذاتي، وبالتالي لم يبقى لها مجال كبير ومجال واسع كما كان من قبل في إمدادات. بالإضافة لأن هناك مجموعة من الدول التي أعادت النظر في موقفها من البوليزاريو وأعلنت دعمها بشكل صريح وواضح للمملكة ولمبادرة الحكم الذاتي ولجديته ولمصداقيته، ضيق الخناق على هؤلاء المتاجرين بهذه المساعدات. وبالتالي أعتقد بأن المسألة تفضح من يتاجر بهذه المساعدات، لأن تحدثت معك على تقرير مؤخرا، كان هناك تقريرين في مارس 2023، تقرير المرصد الدولي للسلم الديمقراطية للعريضة وحقوق الإنسان عريضة في 9 مارس في جنيف 2023، وتقرير لوكالة الأنباء الفرنسية سيرفي ديما في 21 مارس 2023، هذو تقارير حديثة في هذا السياق الحالي التي تعيش في هذه الأزمة والاحتقان بالمخيمات. طيب. وهذا جزء من المشكل، لأنها التقارير حديثة وتؤكد على نفس الأمر، هو هناك إشكالية حقيقية تتعلق بالتلاعب والاتجار الصريح بهذه المساعدات. واضح تماما أستاذ زاوي. المساعدة تم العثور عليها في مختلف المدن بموريطانيا، في مختلف المدن في الجزائر، وتباع في إفريقيا وفي الساحل وفي الصحراء. وبالتالي هذه الحركة المسلحة الموجودة الموجودة فوق غرب جنوب الجزائر هي تعمل على تصريف تلك المساعدات الغذائية الموجهة إلى الساكنة على أسلحة وعلى ممتلكات يتم الاستيلاء عليها
واضح تمام. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يدعي بأنه لا يعرف المسألة. إلى الآن الأستاذ زاوي نحن نتحدث عن سكان مخيمات تندوف من دون أن نعرف حقيقة أعدادهم، لماذا هذا التعنت في عدم إحصاء الساكنة؟ هناك من يتحدث على أنه جزء بسيط من هؤلاء الساكنة هم صحراويين من الأقاليم الجنوبية والجزء الأكبر هم من إفريقيا جنوب الصحراء. ما هي المعلومات الأقرب إلى الحقيقة اليوم؟ لماذا هذا المشكل الذي هو سياسي لأنه يصعب الوصول إلى حل سياسي بشأن قضية متنازع عليها، وهو كذلك مشكل اجتماعي واقتصادي لأننا لا نعرف عدد السكان الذين يحتاجون فعلا إلى هذه المساعدات، لماذا هذا التعنت في عدم المباشرة مباشرة إحصاء هؤلاء السكان الحقيقيين؟ أعتقد أستاذ زهرة بأنه تاريخيا ساكنة الصحراء هي عبارة عن مجموعات بشرية، مجموعات بشرية يعني تتواجد في ثلاث يعني مناطق إقليمية، المغرب شمالا، بريطانيا جنوبا، والجزائر شرقا. طبعا ساكنة إقليم الصحراء ما يتواجد منها اليوم في المخيمات هو قليل جدا بعين، إذا نظرنا بعين الاعتبار عدد ما يعني من عدد كم عددهم تقريبا أستاذ زاوي؟ يعني حقيقة لا أملك إحصاءات دقيقة، لكني لا أظن أنهم يعني يتجاوزون 30,000 أو 20,000. هذا من بين 120,000 تقريبا يعني تقول الإحصائيات من سكان المخيمات، تقريبا هذه الإحصائيات المتوفرة. نعم تقريبا، لكن جلهم يعني هذا دون أن يعني أن ندخل فيهم يعني الصحراويين الذين ولدوا وتربوا وعاشوا في الجزائر، هناك صحراويين دوم بأعداد كبيرة في تندوف، هم أصلا أبناء تندوف. كما أن هنالك يعني عدد يعني أبناء الصحراء الذين ينتسبون تاريخيا للصحراء ولكنهم لم يولدوا في الإقليم يعني محل المعني بالأمر أو الأقاليم الجنوبية، وهم الموريتانيون الذين ولدوا وازدادوا في موريتانيا. ما يمكن القول اليوم بأنه ساكنة مخيمات هي مجموعات بشرية، مجموعات بشرية يعني أكثر ما فيها ساكنات أو ما يسمى يعني ببيضان الأزواج، يعني ساكنة إفريقية التي يعني لديها نفس المكونات الثقافية والتراثية التي لدى ساكنة الأقاليم الجنوبية، وبالتالي هذا تم استغلاله من طرف الدولة الجزائرية ومن طرف يعني قيادة البوليساريو يعني زيادة زخم يعني أو أعداد من ينتمون للمخيمات، لكن لذلك يعني هم يتحاشون يعني منذ الوهلة الأولى إحصاء يعني شامل وكامل يفيد حتى المنظمة الأممية من أجل يعني توزيع المساعدات بشكل عادل. يعني قضية عدم إحصاء الساكنة هي لمآرب أولا سياسية ثم لمآرب دولية، وبالتالي يعني هذا هو في نظري السبب الرئيسي الذي يمنع القيادة من إحصاء الساكنة. طبعا في نظري اليوم بأنه ساكنة المخيمات باتت يعني تعيش وسط وضع يعني غير مفهوم، وضع من القمع وانعدام الحريات وغياب يعني الأفق وغياب المستقبل، و إضافة لما يعني نراه اليوم من متشاجرة يعني أمام الملأ، يعني كانت سابقا في السر اليوم باتت في العلن، متشاجرة في المحروقات في المساعدات في حقوق هؤلاء، وبالتالي يعني إضافة لما ذكرته أستاذ زهرة بأنه أعداد يعني أبناء الصحراء باتت تتضاءل، وبالتالي لا أظن بأن هذا الوضع سيستمر خصوصا يعني مع الموجة الرقمية الهائلة التي باتت يعرفها العالم. طيب استاذ عبد الفتاح، مع توسع مفهوم الامن القومي، مع هذه الحقائق المتوارده التي تؤكد اننا لسنا واقفين على ارض ثابته، مع هذه المعلومات المتوتره والتي تتحدث كذلك عن تجنيد للاطفاف، عن جريمه عابره للحدود، عن جريمه منظمه كذلك في المنطقه، عن هذا التوتر الكبير في منطقه الساحل والصحراء، ما صعوبه وما خطوره ان يبقى المجتمع الدولي هكذا صامتا ساكتا خاصة من قبل القيادات المحلية في مستقبلنا جميعا في هذه المنطقة؟
إن سمحت لي أن أعرج على النقطة التي سبق نقاشها وهي المتعلقة بإحصائيات وعدد هؤلاء قاطني مخيمة تندوف. هناك أرقام رسمية تقدمها الجزائر تقول على أنهم يبلغون 150 ألف، علما على أنه فترات سابقة في 88 القرن الماضي كان الدعاء الانفصالية تدعي على أنه هناك أكثر من مليون لاجئ، لكن مع اضطرار البوليسيه للدخول في عملية تحديد الهوية تحضيرا لمشروع أجهضة وهو مشروع الاستفتاء أجهضة بسبب تميع مفهوم الهوية وبسبب إقحام هذه العناصر الغير معنية بمنطقة النزاع والأقاليم الجنوبية، اضطرت البوليساريو من خلفية الجزائر إلى تخفيض تلك الأعداد والحديث عن 150 ألف. لكن منظمة غوث اللاجئين والبرنامج العالمي للغذاء تفاعلا مع الانتقادات الموجهة مع تقديرات بعض الهيئات الدولية المستقلة التي تقول على أنه قاضي المخيمات تندوف لا يتجاوزون 50 ألف في أحسن الأحوال، تم اعتماد ما تصفه منظمة غوث اللاجئين بتقديرات، لكن في الحقيقة هي ليست تقديرات، هي أرقام توفيقية باتت اليوم تعتمد رقم 80 ألف، تقدم مساعدات إنسانية على أنه هناك 80 ألف من قاطني تلك المخيمات. هذا هو الرقم المعتمد تقريبا ما بين 80 ألف ما بين 90 ألف، وهذا معتمد منذ بداية يعني العشرية الأولى من الألفية الحالية. للأسف المجتمع الدولي بالفعل هناك مجموعة من الاستفسارات يقدمها سواء المفوضية السامية لحقوق الإنسان، سواء مفوضية أيضا غوث اللاجئين، سواء البرنامج العالمي للغذاء، كلهم يقدمون تقارير حول نهم ومنهج وحول ظاهرة متاجر المساعدة الإنسانية مرفقة يعني بقرائن وبأدلة المواد الغذائية توجد تباع في أسواق دول الجوار، ولكن طبعا لا حياة لمن تنادي. ايضا برنامج ايضا البرلمان الاوروبي ايضا وعديد الهيئات الدوليه سبق ان تحدثوا في حول نفس التقارير، تحدثت حول نفس الموضوع. المقررين الخواص للامم المتحده وجهوا استفسارات للسلطات الجزائريه حول حالات اعتقال، حالات اختطاف، حالات تعذيب، لكن الجزائر ترفض التجاوب مع تلك الاستفسارات. ما يتعلق بالوضع الامني للاسف التقارير الدولية أيضا تتحدث عن ارتباط وثيق، سبق شرحت في مداخلة سابقة بعض تفاصيله، ارتباط وثيق ما بين خطوط إمداد الجماعات المسلحة المنتشرة في بلدان الساحل والصحراء وما بين مخازن البوليساريو، لأن الزبون الأول لهذه المساعدات والزبون الأول للأدوية وحتى للمحروقات التي مصدرها مخازن البوليساريو دائما الزبون الأول هو تلك المناطق، إما الجماعات المسلحة نفسها هي تعتبر زبون أو أسواق تسيطر عليها الجماعات المسلحة في بعض المناطق في شمال مالي، في شمال بوركينا فاسو، في بعض الأحيان في النيجر، في جنوب ليبيا، في عديد البلدان في القريبة من المنطقة والتي تشهد تضعضعا للسلطات المركزية وغياب للسلطات المركزية وتشهد سيطرة لمجموعات الجماعات المسلحة في علاقة وطيدة أيضا مع عصابات جريمة المنظمة التي تمثل الوسيط الوسيط ما بين في كثير من الأحيان ما بين البوليساريو وما بين تلك الجماعة، وبالتالي الوضع الأمني بالفعل بات مثار قلق الهيئات الدولية. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام على كل ما تفضلتم به، شكرا للأستاذ محمد سالم عبد الفتاح، للأستاذ كمال الغمام، وللأستاذ محمد سالم الزاوي الذي كان معنا من الداخل. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نلتقي بخير، إلى اللقاء.